رح أقابل منك أي اعتذار. مو معقول ما تجي على حفلة خطبتي. لا إذا كان في هواء أكيد ما رح نعمل حفلة برا، نعملها جوا. إيه طبعا. أوعك ما تجي ها؟ عن جد بزعل مني. ماشي يا حبيبي. باي، الله معك، مع السلامة. بابا شو هالعادة؟ ليش دائما بتمشي على روح صبيعك؟ عفوا يا بنتي، عادة قديمة متأصلة عندي من أيام الظفر قبل ما تزوجت والدتك الله يرحمها. شو خلصت اتصالات ودعوات؟ يعني تقريبا. خاله ماجد بس قال إنه ما راح يقدر يجي. مسكين الله يساعده، خليه بهمه، مسؤول عن قسم حديث أنشأوه لمكافحة الجريمة والأغلب. إلغاء الحفلة بهني إنه أنت ممكن تضلي على قيد الحياة، أما إحياء الحفلة فأنت بتعرفي شو يعني. كيفك زياد؟ خير ماهر، عم تضبط؟ رايح اجازه؟ لا انا مالي رايح اجازه، كابتن بدي اياك ضروري. منيح اللي وصلت استاذ رمزي. خير؟ المهمه اللي بدي كلفك فيها بتعنيني شخصيا. يعني مو من سياده المدير؟ من بنت المرحومه اختي اللي وصلتني منها رساله بالدي اتش ال، والرساله شوي غامضه. على فكره بنت اخته لسيادة المقدم مليونيرة. ايوة. يعطيكم العافية، انا اسفة على التأخير. علي سليمة، حاولي تطلع من البيت بكير شوي، مو ضروري كل يوم السهر للصبح. سيدي انا ما كنت سهرانة، عم بتسلى صراحة. الدكتور رمزي عطاني كتاب وقال لي لازم تخلصيه من هون للصبح. كتاب بعلم النفس؟ يا حال، نحن بعالم نفس واحد ما خالصين، كيف إذا صاروا اثنين؟ ما قلت لك سيدي إنه هواية الكمبيوتر أحسن بكثير من علم النفس؟ باختصار أستاذ رمزي بدي إياكم تسافروا أنت والآني سليمة لقصر بنت أختي مروة اللي عايشة بضاحية نائية هي وأبوها بعد وفاة أختي. مسكينة. طبعاً القصر اللي ساكنة فيه في خدم وحشم وعامله حفله لعدد من اصدقائها، لكنها خايفه وقلقانه لانه مؤخرا عم تصل رسائل تهديد غامضه. رساله من قصاصات الجرائد او الآلة الطابعه؟ ما في قصاصات الجرائد. بجوز المساله كلها تكون عباره عن مسحه سخيفه، لكن لو كان في احتمال 1% انه الامر جد فالوضع خطير. على كل حال مهمتكم رح تكون 3 أيام بس. 3 أيام؟ والعصافير تبعي؟ العصافير أنا بهتم فيهم. ريما خليك على اتصال معي عن طريق الإنترنت. أكيد. كان لازم خبرتونا قبل الوقت مشان نجهز حالنا، يعني فرشاية أسنان، بيجامة. أنا رتبت الأمور بحيث تمروا مع السائق على البيت وتاخذوا حاجياتكم وتطلعوا على المحطة. ومين بده يقعد بالقسم؟ روحوا ترجعوا بالسلامة. الماء
المناظر جميلة لكنها لا تكتمل إلا بوجودك. سامح الله الكابتن الذي حرمك من المهمة وحرمنا منك. ريما. تعطي اياهم ونجيب وصل. طيب سيدي يلا باي باي. مع السلامة. زياد زياد. ايوه. مفتاح السيارة روح فيها. طيب يسلمك. باي. شو ماهر؟ شو أخبار جماعتنا وصلوا؟ وصلوا؟ لوين؟ شبنا؟ لعند أختي؟ إيه طبعاً وصلوا. شو القصة؟ يكون كمان أنت تاني عم تسهر للصبح ولا عم تقرأ لي كتب من كتب الأستاذ رمزي؟ لا ما في شيء، يعني مالي سهران بس شوية تعبان. وصلت رسالة منه. بروفيسور رمزي نايم كطفل. رغم أن هذه أول إجازة لي، عسى أن نحل اللغز ونعود بسرعة. ريما. شو أنا بعده ينام؟ مطولين لنصال؟ هلا بلشنا براضي الست وبدنا ربع ساعة نصال. القصر اللي كانت تمتلكه اختي بالريف صار مسكن لبنتها وزوجها بعد وفاتها بمرض خبيث، وطبعا العائله في عندهم املاك واطيان، ولذلك صار بامكان زوجها انه يتفرغ لكتابه الجديد بعلم الرياضيات الحديثه، وهي كمان تفرغت لنشاطاتها الخيريه ومساعده الناس. بالعكس المناظر من القطار حلوه بتطير العقل. مناظر شو دكتور؟ ما تكتلين. الضيوف كلهم وصلوا، بتحبوا تفضلوا لفوق على غرفكم، غسلوا وارتاحوا وانا بعدين بقوم بواجب التعارف. انا بصراحه باسمي واسم الدكتور مشكرك على كرم الضيافه. ولو اهلا وسهلا، انتم ضيوف خاله ماجد وانا متاكده انه رح تساعدونا انا وبابا. اذا ثبت انه رسائل التهديد جديه. اي تهديد مساله جديه حتى يثبت العكس. بعرفكم على بابا، على فكره هو دائما بيظهر هيك بدون ما حدا يحس. بصراحة دكتور كتبك كلها بتجنن، بس كتابك اللي كانوا يدرسونا اياه بالجامعة كان كثير صعب. ايه بس صار قديم والعلم يتجاوز فيه. بابا عم بيألف كتاب جديد بس امتى رح يخلص؟ الله اعلم. إذا بتحبوا تفضلوا ارتاحوا بغرفكم. رسائل التهديد وين؟ دكتور؟ شكرا. هيك اطمنت أكثر بوجودي. لازم اتصل بخاله ماجد وتشك. ستي دايما هاد على طول مشان هيك كل بيازمها هون.
الاكستنشن تاعتي والسودا. ليش بدك تروح؟ شو دقيقتين يعني؟ ردي نص ساعة يتحمل. باي وجه. باي. ضيوف خالك تأخروا. يبدو انهم تعبانين كثير. احنا كثير اسفين يا جماعة، بس يبدو انه ضيوفنا من العاصمة تعبانين شوي، بس ما بقى لنا يجي. شو وين الأستاذ هذا؟ ما شفته. تفضلي لعندي. الآن سريمة، الأستاذ رمزي، سيد رامي خطيبي، طنط هداية والدته. ناديني ماما حبيبتي. مدام؟ عفواً، شو بيشتغل الأساتذة؟ الآن سريمة مو لازم أول. أما الأستاذ رمزي فأخصائي علم النفس. أخصائي شو؟ يعني اختصاصي سعادة المستشار، بس بتحليل الشخصيات. يعني الأستاذ بيفهم بالأبراج كمان؟ حقيقة مدام أنا ما بعرف غير برج إيفل. تفضلوا على العشاء. وليش اخترتوا فيينا بالذات؟ لأنه ليالي الأوز في فيينا. شكسبير تأتي المصائب والتباع مسكينة لو ما قلها بعد لحظة بآخر لحظة وتقدم لسيد سميح كانت بيت لوحدة كانت حياتها أكيد جحيم لأنها مقطوعة من شجرة عنا كتير رقيقة وفيه شيء غريب ونادر عند المرأة هو السحر شلون لك لما تسمع عصفة على الجيتار ساعتها بدك تأمن بالسحر فعلا مريم عم بحكي له للأستاذ عن عصفة لازم تسمعينا الشي بعد العشاء ضروري انا اصريت انها تجيب معها الجيتار ما هيك رامي يا جماعه يمكن مدام مريم ما جاي على بالها تعزف الليله ليش انا رح لاقي مناسبه اعزف فيها افضل من خطبتك لمروه دكتور كتابك الجديد اللي هلا عم تالفه بيوازي القديم بالصعوبه ما بعرف بالنسبة لي كل شيء سهل واضح. على زينب أنا رايحة بنتي من كيكا. يا جماعة أنا آسف لأنه تقلت لكن لازم آخذ حق ملوكس. قلت لي وين بدك تسافر؟
آسف للمقاطعة، يبدو أني أفسدت الجو. لا أبدا، كان مجرد تدريب عادي. تعرف اللي بده يعزف لازم يتأكد من الدوزان، خاصة إذا كانت أنا من مصدي. إذا كان هيك الصدأ خليتيني أحبه للصدأ. وين درست الموسيقى؟ مدرسة الأحزان. أنا آسف. لا ولا يهمك، كان أبي الله يرحمه حاطت لي أستاذ خصوصي، أما زوجي فكان متعود ينام بكير، ما بحب يقرأ إلا الصحف، ما بحب يسمع إلا الأخبار والنشر الجوي. بس عزفك موهبة ربانية، حرام تضيع. بس هذا الحكي الحلو بيصلح لأيام الشباب. أنت لساتك بأول عمرك. بس العمر ما بينقاس بسنين، العمر بينقاس بدقات القلب. أنا ما رح أخبي عنك لأني عرفت إنك عالم نفس، بس صدقني أنا قلبي من سنين مجمد مثل الجليد. ممكن تحكي لي عن حالك؟ قصة حياتك بقصد؟ لا بعدين، يمكن صار لازم نرجع على السهرة، ما هيك؟ مو حلوة. معك حق، تفضل. يا جماعة كنت عم بسمع عزف بعمري ما سمعته، لذلك حابب انو تسمعوا معي السيدة مريم. تفضل دكتور. تفضل ريما. شكرا. شرفتنا. إن شاء الله تعجبك. حلوة كتير، مرسي ماما. أنا بعتذر منكم يا جماعة، ماني متعود أسهر هالوقت، عن إذنكم. أنا شايفة إنه كلياتنا تعبانين، خصوصي ضيوفي، شو رأيكم نطلع لنا؟ ما في داعي نطول السهرة، والصباح رباح. تفضلوا يا جماعة، أنا رح طفي. مريم، ما تنسي جيتارك. أنا حاسة إنه وجودنا ما عاد مدان. تفضل نسافر بكرسي. أنا بعتقد إنه لقطنا طرف الخيط. خيط شو؟ رسائل التهديد.
خير شو في؟ ما دخلنا، خلينا بشغلنا. كانت بغاية السعادة امبارح بالليل. كان لازم صدق الرسائل يا رامي. خطبتنا كانت شؤم. مروة أرجوكي، ما بصير تحكي هالحكي. بدك منه شيء؟ مين؟ لا لا. روح لشغلكم. على كل حال أنا خبرت الشرطة. أكيد ما رح يتأخروا وجاي معهم الطبيب الشرعي. حرام شو مسكينة، أكيد كانت واصلة لحد اليأس بدون ما نحس لحتى شنقت نفسها. أنا بحياتي ما رح أنسى منظرها وهي معلقة على الحبل. آنسي مروة، عدم مؤاخذة على هالسؤال، بس شو اللي خلاك تفوت الصبح على غرفة مريم؟ أنا دخلت الصبح بس لحتى فيقة، كانوا الكل نايمين، كنت حابة اشرب انا وياها. انا اسف، يمكن اصول لباقة تقتضي اني البس شيء لرجلي او اسف كثير اسف يا جماعة. أنا بدخن بايب لأنه بيساعدني على التفكير، وخاصة إذا كان بدون تبغ. يعني وهم؟ أي وهم. المستشار خبرك بالجريمة؟ أنا صار لي من امبارح ما شفت المستشار. ليش وقع جريمة بالقصر؟ بعتقد سمعتي إنه الست مريم عطلك عمرها. مريم؟ كيف؟ وإمتى؟ هذا اللي راح أكتشفه، بس بعد ما بغير ثيابي. أنا آسف كثير إني ماشي حافي، يمكن أصول اللباقة بتقتضي إن الواحد يعني أنا آسف. عن إذنك.
كفاءتكم بالعاصمة إلا أنه كان مطلوب تبلغونا. كلامك مزبوط، بس سيادة المقدم ماجد ما كان متوقع أن الأمور تتوصل لحد القتل، خاصة أنه الضحية ما كانت الشخص المعني أبداً بالمراقبة والحراسة. طيب وهلأ شو رأيكم بالموضوع؟ بصراحة نحن ما بنقدر ندلي بأي رأي بالقضية إلا نستجوب كافة الشهود بالقصر. عالي كتير، الكل جاهزي، بمين بتحبوا نبدأ؟ بصاحبة القصر مروة. ما خطر ببالي للحظة انه هالشي ممكن يصير، يعني انا كنت متوقع انه صاحب رسائل التهديد ممكن يقدم على خطوة تأذيني لألي وتحطم سعادتي مع رامي، بس انا ابدا ما كنت متوقع انه مريم المسكينة حتكون هي الضحية. مروة فيكي تخبريني مين له مصلحة يقوم بتهديدي؟ ما بعرف، أنا لو كنت بعرف ما كنت استنجدت بخال الماجي. طيب إمتى آخر مرة شفتي الضحية؟ أنا ممكن كل كل يعني كلياتنا كنا سهرانين وطلعنا سوا مزبوط؟ حتى أني آخر مرة قلت لها مريم ما تنسي جيتارك. طيب ومين جاب هالجيتار له؟ ما بعرف. مين طفى أضوية القصر؟ أنا، لأنه كل واحد منهم طلع لغرفته وأنا ما حبيت إزعج الخدم آخر الليل. نمت دغري؟ أي ساعة؟ الحقيقة أنا استغربت من حالي كيف قدرت أسهر ليلة أمس، لأنه عادة بنام الساعة 10. طيب إمتى شفت الضحية آخر مرة؟ لما حملت جيتارها وطلعت على الدرج قبلي. ما حسيت بأي صوت من الغرفة المجاورة؟ إطلاقاً، لأني أخذت حبة منومة قبل ما أنام. حبة منومة؟ أنا صرت أقلق كثير بالليل بعد ما فلست جدتي، واضطريت إني أتنازل عن كثير من أملاكي للتأنين، فرحت لعند الدكتور وأعطاني حبوب مهدئة. طيب نحن شو اللي بيأكد لنا إنه أنت فعلاً أخذت الحبة؟ إني ما حسيت عليها وقت شريت حالها. أنت متأكد إنه الضحية هي اللي شريت حالها؟ ليش في احتمال تاني؟ القتل. ومين بده الإنسان بريئة ووديعة ومثل ملال؟ وليش؟ بعدين شو عرف القاتل اني انا اخذت حبه منومه وما لحس عليه؟ اسئله وجيهه لساتنا عم ندور على اجابات لها، لكن الشيء اللي متاكدين منه نحن انه المرحومه ما انتحرت من قتل القتل. استاذ سميح عذرني على السؤال لو كان محرج، ليش انت بتنام باوضه وزوجتك باوضه؟ لانه مريم كانت تضايق من شغلي، بعدين انا كنت في بكير سمع الأخبار أستاذ رامي، إمتى قررت إعلان الخطبة؟ بعد رجعتي من النمسا ورتبت وضعي هناك. ومن إمتى صحبتكم أنتو وست الوالدة مع السيد سميح وزوجته الست مريم؟ مريم بنعرفها من قبل ما تتزوج من السيد سميح، كان في بيننا صلة عائلية انقطعت بعد ما أفلس أبوها وانتحر. يبدو لي النزعة الانتحارية متأصلة بالعائلة. بدي اسألك استاذ رامي، الوالدة بتدخن شيء؟ وشو علاقة هذا بموضوعنا؟ عم نحاول نربط بين رسائل التهديد وجريمة القتل. قتل؟ مريم انتحرت انتحار. حقيقة يا استاذ رامي، القاتل حاول يوهمنا أن المرحوم انتحرت، بس قدرنا نتأكد أن الحبل اللي انخنقت فيه أرفع بكتير من أنه يكون حبل مشنقة. معناتها ما في غيره، أكيد زوجة مو حدا تاني أبدا. أرجوك يا حضرة المستشار، أنا كثير بفضل انه تحكي ادق التفاصيل لانه هذا الشيء بيساعدنا على ايقاع القاتل. انا طلعت على غرفتي فورا لما خلصت السهره وانتم طلعتوا معنا. ومريم كمان طلعت معنا ما هيك؟ مزبوط. ورجعت لتاخذ الجيتار. طيب سياده المستشار بتذكر من اخر واحد نبه على الجيتار؟ الانسه مروه. طيب ممكن نعرف
إمتى آخر مرة شفت الضحية؟ كان معنا بالسهرة. شكراً سعادة المستشار. عفواً لسه في سؤال أخير حاب أسألك إياه. نهاية السهرة رحت نمت فوراً ولا كفيت السهرة مع حدا تاني؟ أنا آسف. من دواعي اللباقة والشرف إني ما جاوبك على هذا السؤال، لكن رغم ذلك بأكد لك إني كنت لوحدي بالغرفة. شكراً كثير سعادة المستشار. بدكم مني شيء؟ لا شكراً، تفضل. شو رأيك أنا استجوب الست هدايا؟ الست هدايا أنا استجوبتها الصبح. بتحب نستدعي الخدم؟ لا لا لا، أنا هلا جوعان كثير، لازم ناكل نرتاح شوي. بالإذن. عن إذنك. ريما بدك تفوتي على الكمبيوتر والتكنولوجيا تبعك تشوفي الهجرة والجوازات. ريما انت هون؟ خوفتني عليك، صار لك 4 ساعات نايم بعد الغداء. كل الان بعيد اللي طلبته منك. شو صار؟ لقيتوا اي اثر او دليل؟ تقريبا. وين الجميع هلا؟ عم يشربوا قهوه على الشوفه. طيب الحقوا ونحن بعد ربع ساعه بنشوفك. طيب سمينا. بصراحة كان من الصعب كتير إني أدخل على سجل الهجرة والجوازات وحدد الناس اللي أخذت تأشيرة السنة الماضية ولوين. بس أنا سهلت عليك لما حصرت لك اسم البلد. مزبوط، وحددت لي المغادرين بالجنس اللطيف، والحمد لله عثرت على المعلومة. معناها سافرت للبلد اللي توقعته. نعم، وبتاريخ قريب من وقت مغادرته. هلا نحن إذا اكتشفنا العلامة معناتها اكتشفنا الفعل. احتمال، بس المهم بهالمرحلة نعرف وسيلة القتل. ليش؟ طالما عرفنا الدافع. ممكن يكون في أكثر من دافع لأكثر من شخص. أداة الجريمة، توقيتها، عدم وجود شاهد، كل هذا بيأكد إنه في متهم وحيد وبس هو المجرم، والباقي كلهم أبرياء. طيب بروف، شو رأيك تستجوب الخدم؟ ما في داعي. خدم مسافر لمحل، بعدين ما عنده اي دافع يبعثوا رسائل تهديد لحدا. طب هلا شو بدنا نساوي؟ هن عم يستنونا على البلكون وعم يستنوا نيجي ومعنا الحل. يبدو اني خسرت الرهان مع المفتش. لا بروف بترجعك يا تولي، نحن لازم نيجي معنا الحل. لا ريما، يبدو انه فكري تعطل من وقت ما سمعت عزف المرحوم الجميل على الشرفه اللي حضراتهم قاعدين عليها وعم يسردوا شاي يستنوا المناظر. فيها شيء سحرني. عندها سحر طاغي من نوع خاص. عندي شيء غامض ما قدرت افهم شو. وهلا شو؟ ما بعرف. شلون ما بتعرف؟ يعني نستسلم ونسلم القضيه لهذا المفتش اللي اكيد رح يطوي الملف؟ خايف اكتشافنا يحطم قلبين بدون ما نطلع باعتراف يثبت هويه المجرم. حاسس انه في قطعه ناقصتني لحتى اكمل لوحه الفسيح والسامع.
استاذ رمزي جاي تعزف لنا؟ احتمال بس بعد شوي. بين معك شيء استاذ؟ بعتقد بعد اللي صار ما في داعي انه اي شيء يتخبى. الانسه مروه دعتني انا والانسه ريما لحتى نجي لهون لانه عم توصل رسائل تهديد. كلام فارغ، رسائل تهديد بشو؟ قبل ما تسال رسائل تهديد بشو، سأل من مين وشو هو السبب بيكون افضل. الاسباب كثيره. لا تنسي الثروه اللي ورثتها بنتي عن امها الله يرحمها. احتمال. لكن في تطور مهم كثير بحياتها خلى رسائل التهديد تتلاحق بهالايام، مو بعد وفاه امها لما تركت لها الثروه الطائله. مروه خبرتني عن الرسائل بس مؤخرا. بس ابني رامي ما اخذ المساله على محمل الجد. بالعكس يا مدام، ابنك انزعج كثير عكس ما عم تقولي، وانت كمان انزعجتي لانه هالرسائل كان من شأنها تهدد زواج المستقبل الناجح بين الاستاذ رامي والانسه مروه. ايه بس رسائل التهديد وصلت لمروه لا لإلي ولا لابني. هذا طبيعي. انا سالت نفسي هالسؤال بس اكتشفت لو انه رسائل التهديد وصلت لإلكن كنت عرفتوا المرسل فورا. ما في قوه في العالم تمنعني اني اتزوج مروه لاني بحبها. وهي بتحبك. تفضل يا مدام استريحي. هالزواج اللي بدا للوهله الاولى انه لصالح طرف واحد هو بالحقيقه لمصلحه الطرفين، يعني كل واحد بكفي عند الثاني شيء ناقصه. مروه بتحقق لرامي الثروه والجاه والعائله، ورامي بحقق للمركز السياسي والمستقبل العملي. انا بحتج. اذا قصدك انه مريم عم تكتب الرسائل فبتكون غلطان لاني كنت حسيت عليها ومنعتها. احتجاجك يا سيد ما له اي فائده لانه انت كنت اخر من يعلم. شو قصدك؟ قولي لهم شعلوا الضوء. شعلوا اضاءة القصر كلها. شكرا يا انسه مروه. عن شو كنا عم نحكي؟ كنت عم قول يا استاذ سميح انه قبل ما تلتقي بالمرحومه مريم وترتبط فيها، وقبل ما يلتقي رامي بمروه وارتبطوا ببعض، كان في قصه حب سريه للغايه. لكن ظروف خاصه بعائله الحبيبه منعت هالعلاقه تؤدي الى زواج. لو سمحت يا استاذ رمزي، هذا الكلام مو صحيح. لانه مريم اول ما تقدمت لها قبلت فيني. صح صحيح. لكن بهذا الوقت كان الاستاذ رامي تعرف على الانسه مروه وقرروا يرتبطوا ببعض عن حب طبعا. لكن السيده الوالده ما نسيت ابدا المصالح المشتركه من هالزواج. كلامك مجرد افتراضات، يعني اتهام من غير اساس. انا بعتقد ان الانسه مروه رح تشهد بانه هالرساله اللي معنا هون مطابقة تماماً للرسائل اللي كانت تجيها. شرف يا أنسي مروة. فعلاً اللي لفت نظري بأنه المرحومة مريم هي صاحبة المصلحة الوحيدة بإيقاف إعلان خطوبتكم هو نظام حياتك يا سيد سميح. كيف؟ أنت بتنام بأوضة والمرحومة زوجتك كانت تنام بأوضة. لسببين، الأول مو مهم، أما الثاني فإنك بتفيق بكير وبتقرأ. شو ممكن الواحد يقرأ غير الجرائد الصبح؟ أنا بقسم لك إني ما دخلني. ما في داعي تقسم لأنه لحد هلأ أنت من وجهة نظر القانون غير متهم، خاصة أنك أخذت حبة النوم مبارح قبل ما تنام، مو هيك؟ يا سيد رمزي أنا مستعد أقسم لك قدام الجميع أني لا تقسم، نحن مصدقينك. طيب لشو الفضايح طالما مريم ندمت وانتحرت؟ صدقني يا استاذ رمزي، نحن ما كنا بنعرف شيء عن هاي الرسائل الا بعد ما وصلنا لهون. اولا انت والسيده والدتك كنت ورا دعوه مريم وزوجها للحفله. ليش؟ والدها الله يرحمه كان صديق مقرب للعائله. هالاقتراب كان ممكن يتحول الى قرابي، لكن والد مريم افلس وبعدين انتحر. هذا الشيء خلى السيدة الوالدة
تعترض على علاقة الحب بين رامي وبين مريم، وبالتالي أصرت على أن تقطعها. طيب أستاذ رمزي، أنت شلون عرفت هالشي؟ أنا آسف والله، كان المفروض خبرك، بس بسيطة. الآنسة ريما ممكن تشرح لكم. بفضل الكمبيوتر الصغير قدرت أدخل على ملفات تأشيرات الخروج، ولقيت اسم للست مريم قبل زواجها من السيد سميح. ولوين كانت رايحة؟ على النمسا. نفس الوقت اللي سافرت فيه الست هدايا وابنها الأستاذ رامي زيارة استطلاعية قبل ما يستلم منصبه الجديد. كان كل شيء مرتب حتى يستعيد كل واحد منا رسائله من الثاني. الرسائل اللي حرقتيها اليوم الصبح؟ أنا ماما أرجوكي، ما في داعي للإنكار. أستاذ رمزي عم يروي القصة وكأنه موجود معنا. صباح الخير أستاذ رمزي، شايفك مستعجل. أنا آسف كثير، بتحسس من دخان أنا. بس أنا شفتك عم تدخن بايب. إيه مزبوط، معك حق، أحياناً بدخن بايب لأنه بيساعدني على التفكير، وخاصة إذا كان بدون تبغ. يعني وهم. المستشار خبرك بالجريمة؟ أنا صار لي من امبارح ما شفت المستشار. أنا سبق وأطلعتك إني طلعت على غرفتي لوحدي ونمت فورا. وأنا صدقتك يا سعادة المستشار. ممكن أعرف شو قصدك بهي التلميحات يلي عم تسيء لسمعة الماما؟ أستاذ رامي خلينا واقعيين. أنت رح تتجوز مروة وتسافر حتى تستلم منصبك الجديد بسفارتنا بفيينا. وأمك رح تضل وحيدة. هي أساساً وحيدة من يوم ما ترمنت. أعطيني سبب منطقي واحد بيخليها ترفض إعجاب معجب بناس بس هن ومركزه. لذلك كان قدامها مهمة ضروري تنجزها، وهي إنه تخلص من رسائلك للمرحومة مريم. فتسللت على أوضتها وسرقت الرسائل من شان تحرقها بالوقت اللي كانت المرحومة عم تعزف لي على الجيتار وحدي برا. الوالدة ما إلى أي علاقة بموت مريم. أنا تأكدت من هالشي من ردة فعلها. بعدين سمعتي إنه مريم عطتك عمرها. مريم؟ كيف؟ وإنت؟ ما كان في ممثلة في العالم تقدر تمثل هيك ردة فعل. لذلك أدركت إنه دور الست هدايا بينتهي عند حرقة للرسائل اللي بتشكل مصدر تهديد حقيقي لزواج ابننا الأستاذ رامي من صاحبة الجاه والثروة الآنسة مروة. طيب إذا كانت مريم هي اللي عم تهددني والرسائل انحرقت، ليش قتلي؟ أنا ما دخلني. يعني ممكن تكون جريمة غيرة؟ ممكن سمعكم عزفة. لحظة واحدة. اسمح لي. بروف، أنا بفضل إنه ما تعزف لأنه واضح إنه أنت ما بتعرف. لا المشكلة مو بعرف أعزف يا ريما، في مشكلة تانية. هلا أنا بقدر ميز النغمة النشاز من النغمة المضبوطة. هلا في نغمة نشاز عم تطلع معنا هون، ها؟ في شيء غلط. شو هو؟ هاد الوتر مو مزبوط، غلط. وتر غلط؟ شو يعني؟ مدام هيك كيف قدرت مريم تعزف لنا بهالجودة؟ وممكن نعرف ليش هذا الوتر الغلط محطوط اصلا؟ ورجيني لشوف. يعني الوتر الاصلي المجرم خنق فيه مريم وبعدين علقها على حبل المشنقة ليبان انها انتحرت. فعلا الوتر الغليظ مكرر مرتين. ومين فينا له مصلحة يعمل هيك؟ شخص واحد مصلحته بتوازي مصلحتكم بأنه الخطوبة تتم. شخص واحد ما كان بيعرف يا مدام أنك حرقت الرسائل. شخص واحد كان بيعرف أنه السيد سميح بينام بأوضة لحاله والمرحومة بأوضة لحاله، ومع هيك أخذ حبة المنوم قدامه وشربه، وبالتالي كان عنده المساحة الأمان الكافية حتى يخنق مريم ويعلقها على الحبل من دون ما تحس أو تشعر. شخص واحد
كان معروف عنه انه بيتسلل على رؤوس اصابعه من غير ما حدا يحس فيه. بابا كيف عرفت الحقيقه؟ رغم اني خططت كل تفصيل دقه عالم رياضيات. لانك وقعت بعده اخطاء صغيره كنت بحاجه بس لزمن لحتى اجمعها مع بعضها وحللها بدقه عالم نفس. إنه مريم ما انتحرت وإنه أنا اللي قتلتها. تعي عني. أولاً وحدة ناوية تنتحر ما ممكن ترجع لحتى تاخذ الجيتار معها. ثانياً أنت الوحيد اللي قال إنه شافها وهي أخذ الجيتار وطالعة لفوق بالوقت اللي لقينا الجيتار هون. ثالثاً انت اجهلنا بالموسيقى بسبب انشغالك بالرياضيات بحيث انك لط بتبديل الوتر اللي خنقته فيه وحطيت مكانه على عجل اي وتر وقعت عليه ايدك بعلبه الجيتار. اخيرا لانك بتحب بنتك وما بتقبل حدا يهدد سعادتها ولانك بالصدفه لقيت رساله التهديد جوات علبه الجيتار قررت انك تتخلص منها. فعلا تخلصت. دكتور اي كلمه بتحكيها محسوبه عليك بالمحكمه.